اليوم عندنا موضوع جديد اسمه الفيت ترانزستورز. اليوم راح ناخذ نوعية ثانية، نوعية جديدة من الترانزستورات تختلف بعض الاختلافات عن الترانزستورات القديمة اللي تعاملنا وياها، ولكن اكو تشابه بطريقة العمل في دوائر الامبليفاير. اول مرة نعرف شنو هذه الترانزستورات، شنو انواعها، بعدين راح نستعمل هذه الترانزستورات مثل ما استعملنا الترانزستورات القديمة في دوائر امبليفايرز بأنواع مختلفة. الترانزستورات القديمة المختصر مال اسمها كان BJT، والبي جي تي هو مختصر احنا ذكرناه سابقا. من يقدر يقول لي البي جي تي شنو شان يرمز، شنو معنى البي جي تي؟ التي ترانزستور الأخيرة، بس البي هي الباي بولر. باي بولر يعني نقصد الثنائي القطبية. زين ليش كنا نسمي الثنائي القطبية؟ هو مو كان ثلاث أقطاب، يعني كان عندنا بيس وإميتر وكولكتر، ليش يسموه ثنائي القطبية باي بولر؟ يعني هذه الترانزستورات الاعتيادية اللي كنا نستعملها مثلا هذا الشكل، هذا كنا نسميه البيس، هنا عندنا الكولكتر، وهنا إذا عندنا هذا الأرو السهم فهذا يكون عندنا هنا الإميتر. فالبي جي تي، البي جي والتي، هذا هو الاسم مال هذه النوعية من الترانزستورات. ليش البي يسموه الباي بولر، ثنائي القطبية؟ هسه سؤالنا ليش يسموه ثنائي القطبية مع انه هو بي ثلاث اطراف؟ من يعرف استاذ؟ لان القاعدة مو قطب. لا لا، القاعدة ايضا هي اطراف ثلاثة. هسه انا اقول لكم ليش، لأن التركيب الداخلي، نعم، ام بي ان استاذ، ام بي ان او بي ام بي، يعني اثنين بيها. ها جيد، هو هذا السبب. يعني المواد اللي صانعين منها هذا الترانزستور هي من نوعين فقط، من قطبين فقط، لو ان بي ان او العكس ماله. فبالتالي عندنا ان اللي هي النيجاتيف، يعني ان يرمز للنيجاتيف، هاي القطعة السالبة اشاراتها سالبة، والبي اللي يرمز للبوزيتيف. فصح مستعملين ثلاث قطع، وبالتالي صاير عندنا هنا ثلاث اطراف، ولكن نوعياته هي نوعيتين فقط. اذا هذا باي بولر، ثنائي القطبيه. جانكشن، الجانكشن معناها هي المنطقه اللي يرتبط بيها نوع ويا نوع اخر، هاي نسميها الجانكشن، اكيد مر عليكم بالصف الاول. هنا ايضا عندنا جانكشن بين البي وبين الان، فاذا هو يعتمد على وجود جانكشن بين قطعة البي وقطعة الان، فباي بولر جانكشن ترانزستور. هذا النوع درسناه وافتهمناه، عرفنا شلون نستعمله كامبليفاير بدوائر متنوعة. اكو من هذا البي جي تي نوعين، واحد حسب طريقة التركيب مالته، واحد اسمه ان بي ان والاخر اسمه بي ان بي. هذا ترانزستور السابق. حاليا اكو عندنا ترانزستور من نوع مختلف. الشيء المختلف هو طريقة العمل داخل الترانزستور، يعني الطريقة اللي تنتقل بيها الشحنات الموجبة والشحنات السالبة داخل الترانزستور. هذا الترانزستور يعمل بأسلوب الإلكتريك فيلد، يعني يصير بداخله مجال كهربائي. هذا المجال الكهربائي هو اللي يولد تيار الأوتبوت بالنسبة لهذا الترانزستور. زين، المختصر مال هذا الفيت هو فيلد، هذا اسمه فيلد، والفيلد يعني مألوف بالنسبة لكم شنو معناه، يعني المجال. فيلد افكت ترانزستور، يعني هذا الترانزستور هو اللي يعمل بتأثير الافكت، يعني تأثير، بتأثير وجود فيلد. فبهالشكل فيلد افكت ترانزستور، هذا الترانزستور المختصر هذا مالته، فيلد افكت ترانزستور. زين، هذا الفيلد افكت ترانزستور راح يكون فيه عده انواع.
يعني مو مثل الترانزستور السابق فقط كان عندنا NPN أو PNP. هنا راح يكون عندنا مجموعة من الأنواع، راح نشوفها سبب التسلسل. أول شيء نقدر نقسم الفيت ترانزستورز إلى جي فيت، شوف هنا عندنا جي فيت، والنوع الآخر اسمه الموس فيت. الجي هنا ترمز للجنكشن، يعني هذا النوع الأول هنا هو عبارة عن فيلد افكت ترانزستور، ولكن بداخله أيضا احنا مستعملين P و N بطريقة معينة بحيث بيناتهم اكو عندنا جنكشن. فالجي هنا ترمز للجنكشن، إذا النوع الأول من الفيت هو الجنكشن فيلد افكت ترانزستور. زين، النوع الثاني على الطرف الثاني اسمه الموس فيت. الفيت هو نفسه هذا، بس الموس هو مختصر كالآتي: ميتال سيمي كوندكتر ميتال اوكسايد، العفو هنا اكو او بعد، اوكسايد ميتال اوكسايد سيمي كوندكتر فيلد افكت ترانزستور. يعني هذا المواد اللي مستعملة به هي ميتال، قسم منها هي تكون ميتال، ميتال معناها معدنية من أكاسيد معادن معينة، فهي ميتال أوكسايد سيمي كوندكتر، يعني المواد أشباه الموصلة فيلد إفكت ترانزستور. إذا النوعين الرئيسية من الفيت هي الجي فيت والموس فيت. هسه هذا الجي فيت أيضا ينقسم إلى نوعين فرعية بعد، واحد نسميه N channel جي فيت والآخر اسمه الـ P channel جي فيت. شلون عندنا بالترانزستور الاعتيادي NPN و PNP؟ هنا الـ N channel والـ P channel يعني في التقسيم شبيه بالـ NPN والـ PNP. زين، خلينا نعرف الرمز مال الـ جي فيت، يعني شلون شكل الترانزستور، شلون نرسمه حتى نميزه عن النوع القديم. الشكل ماله يكون بهذا الشكل، هنا عندنا هذا الخط يشبه الخط مالت البيس سابقا، ويدخل عليه هنا input، يعني هذا الواير طرف من الأطراف، وبعدين هنا عندنا هذا الطرف الثاني وهذا الطرف الثالث. الفرق عن الرسم القديم انه هذه الخطوط تكون أفقية، يعني الرسم مال الجي فيت نرسمه فقط بخطوط لو أفقية لو عمودية، ما عندنا خطوط مائلة مثل ما كنا نستعمل ويا الكولكتر ويا الإميتر، فقط خطوط أفقية وعمودية بهذا الشكل. زين، هسه أسماء هذول الأطراف تختلف عن أسماء الأطراف اللي إحنا متعودين عليها. هذا الطرف اللي هو يقابل البيس يسموه الجيت، خلينا نكتب اسمه هنا، هذا اسمه الجيت. الطرف اللي يقابل الكولكتر، هنا عندنا قبل كولكتر، حاليا اسمه الدرين، اسمه الدرين. الطرف اللي يقابل الإميتر سابقا هنا كنا نسميه إميتر، هسه حاليا اسمه سورس. فالأسماء أيضا تختلف، بمكان البيس نسميه جيت، مكان الكولكتر نسميه درين، مكان الإميتر نسميه السورس. زين، هسه شلون أميز هذا الترانزستور، هل هو N channel لو هو P channel؟ نميزه من اتجاه السهم. السهم هنا ما نخليه على السورس مثل ما كنا نخليه هناك على الإميتر، هنا هذا السهم نخليه على طرف الجيت. فإذا كان هذا السهم يدخل إلى الترانزستور مثل ما موجود حاليا، يعني N يدخل يعني N على الترانزستور، معناه هو N channel. وإذا كان السهم عكس هذا الاتجاه يعني للخارج يخرج من هذا الاتجاه، راح يكون P channel بهالبساطة. فمن نشوفه N يعني يدخل إلى الترانزستور اتجاه السهم، معناه هو N channel. إذا هذا الترانزستور شنو نوعيته هسه المرسوم؟ هذا N channel، لأن اتجاه السهم بيدخل N على الترانزستور، فإذا هو N channel. هذا بالنسبة للجي فيت. نجي نتحول على الطرف الثاني اللي هو الميتال اوكسايد سيمي كوندكتر فيلد افكت ترانزستور. هذا الموسفيت ايضا ينقسم بعد الى نوعين، النوع الاول اللي هو الاي موسفيت، والنوع الاخر هو دي اي موسفيت. الاي هنا نشترمز، الاي هنا ترمز للانهانسد، انهانسد
Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor. شنو معناها الانهانسد؟ انهانسد معناها المحسن، المحسن المطور. فهذا الموسفيت المحسن، انهانسد موسفيت. الطرف الاخر عندنا بعد دي اي موسفيت. الدي هنا ترمز الى depleted. شنو معناها؟ معناها المستنزف. المستنزف معناها المسحوبة من الشحنات، أو نسبة الشحنات أو كثافة الشحنات ب أقل من الـ enhanced MOSFET. يعني هو هذا بالحقيقة نفس الـ enhanced، يعني منها من الـ E فما فوق هو enhanced MOSFET، ولكن يا نوع من الـ enhanced هو الـ depleted. depleted معناها مستنزف الشحنات، أو نسبة الشحنات الكهربائية اللي بداخله تكون أقل. زين، ايضا كل واحد من هذول الاثنين الدي اي موسفيت اكو بي ان شانل اكو بي بي شانل، ونفس الحاله ويا الاي موسفيت ايضا عندنا ان شانل وايضا عندنا بي شانل. فالرموز مالتهم يعني طريقه الرسم مال هذه الترانزستورات اكيد لازم تختلف عن الجي فيت وتختلف عن البي جي تي القديم، كل واحد له طريقه رسم معينه، ومن خلال طريقه الرسم واتجاه السهم نقدر نميز هل هو ان شانل او هو بي شانل. خلينا نشوف، نجي هسه على الاي موسفيت. الاي موسفيت طريقة رسمه تختلف عن الجي، يعني الجيت مالته تنخذ هيك من الاسفل، نرسم هذا الخط العمودي ومنه الجيت. يقابل هذا الخط العمودي اكو عنده هنا خط متقطع يسموه داشت لاين، ينأخذ منه الدرين وينأخذ منه السورس، ولكن السورس بهذا الشكل، خط للسورس وخط وسطي آخر مرتبط أيضا ويا السورس ويحمل اتجاه الأرو. الأرو يعني السهم. فأيضا هنا إذا السهم كان باتجاه يدخل كأنما على الترانزستور، باتجاه الإن على الترانزستور معناه هو إن شانل، وإذا كان عكس هذا الاتجاه نسميه بي شانل. هذا الرموز مال الترانزستورات لازم كلها تحفظوها. زين، النوع الآخر اللي هو الـ DE MOSFET. شوف الشكل ماله يشبه الـ E MOSFET كلش هواية، بس الفرق الوحيد شنو بيناتهم؟ يلا قولوا لي شنو الفرق بيناتهم هسه بين الـ DE MOSFET؟ الخط. الخط الوسطي هنا مستمر. إذا الخط الوسطي مستمر معناه هذا هو الـ DE MOSFET، وباقي الأمور كلها متشابهة. زين، حاليا هذا الـ DE MOSFET هل هو N channel لو هو P channel؟ N-channel. جيد، هذا N-channel وهذا أيضا N-channel. كل المرسوم هنا هذا أيضا N-channel، كل المرسوم هو N-channel، والB-channel هو العكس ماله. شلون العكس؟ فقط اتجاه السهم يكون عكس الاتجاه. أوكي، إذن صار عندنا هسه نوعية جديدة من الترانزستورات. هذول الترانزستورات عملهم مو 100% يتطابق ويا عمل الترانزستورات السابقة القديمة، تفاصيل العمل داخل الترانزستور بها اختلاف، ولكن اكو تشابه الى حد ما، الى حد كبير اكو تشابه بعمل الترانزستور من الخارج. شنو يعني من الخارج؟ يعني اقدر اخذ هذا الترانزستور مثلا استعمله بدائره امبليفاير، او هذا او هذا، اي واحد من هذول اقدر استعمله بدوائر امبليفاير. دوائر الامبليفاير هنا ايضا راح تكون ثلاث انواع مثل ما كان عندنا سابقا. سابقا كان عندنا كومن ايميتر، كومن كولكتر، كومن بيس. هنا شنو راح يكون عندنا اللي يقابل الكومن ايميتر؟ راح يكون دائرة اسمها نعم سورس، كومن سورس. ودائرة اللي قابل الكومن كولكتر راح يكون عندنا كومن درين، واللي قابل الكومن بيس راح يكون عندنا دائرة اسمها كومن جيت. من راح ندرس هاي الدوائر راح نلاحظ انه المواصفات اللي شفناها ويا دائرة الكومن ايميتر هي نفسها موجودة ويا دائرة الكومن سورس. يعني دائرة الكومن ايميتر كانت تقلب الفيز، هنا ايضا الكومن سورس تقلب الفيز. الكومن كولكتر كان الفولتج جين مالتها تقريبا يساوي واحد، الكومن درين هذا ايضا راح تكون الفولتج جين مالتها تقريبا يساوي واحد. الكومن بيس كان الانبوت ريزيستنس مالتها قليله بس الفولتج جين مالتها كان عالي، نفس الكلام راح نشوفه ويا الكومن جيت. اذا كعمل خارجي يعني عمل هذا الترانزستور ضمن دائره معينه، العمل ماله شبيه جدا بالبي جي تي بالترانزستورات القديمه، ولكن تفاصيل العمل الداخليه داخل الترانزستور هنا تختلف.
احنا ما عندنا شغل حاليا ويا تفاصيل العمل الداخليه، يعني هذا كان المفروض درسوه بالصف الاول بس ما اعرف لحقته لو لا بسبب الظروف مال اللي صارت العام. فاذا واحد يريد يطلع على تفاصيل العمل الداخلي والتركيب الداخلي مال هذه الترانزستورات يقدر يرجع اما للمصدر او لليوتيوب. حاليا بالمنهج مالتنا ما عندنا شغل ويا هذا، فقط نريد نستعمل هذه الترانزستورات بدوائر امبليفاير. زين، اذا هسه اذا احنا نريد نستعمل هذه الدوائر، هذه الترانزستورات في دوائر امبليفاير، معناها لازم نعرف الاي سي ايكوفالنت سيركت مالته، مثل ما سوينا ويا الترانزستور اللي بالبدايه البي جي تي. اول محاضره اخذنا الدائره المكافئه للترانزستور في دوائر الاي سي. هنا نفس الكلام، اذا انا اريد استعمل هذا الترانزستور الفيت ترانزستور، اي نوع من انواع الفيت ترانزستور اريد استعمله في دائره امبليفاير، معناها لازم اسوي له اي سي اناليسيس. بالاي سي اناليسيس انا احتاج احيانا اعرف شنو الدائره المكافئه للترانزستور حتى ابدلها. فهنا ايضا نحتاج اذا نعرف الدائره المكافئه للفيت ترانزستور، فيت اي سي ايكوفالنت سيركت. هسه ركزوا زين وياي على هذا الموديل. الموديل قلنا شنو معناه الموديل؟ الموديل معناها النموذج، يعني هذا عبارة عن أحد النماذج اللي العمل مال هذه الدائرة المقترحة هي يكافئ عمل الترانزستور. زين، طبعا في حالة الـ AC من نسوي AC analysis. زين، هسه نبدي نحاول نفهم هاي الدائرة. أول شيء هذه النقطة، هذه هنا هي نقطة الجيت، والنقطة اللي بالأعلى هي نقطة الدرين، وهذا اللي بالأسفل هي نقطة السورس. هذه النقاط الخارجية مال الترانزستور. هنا عندنا بالموديل هذا فد نقطة وسطية، هذه النقطة الوسطية اللي هنا موجودة ترتبط عليها هذه الأطراف في الثلاثة. زين، من طرف الجيت أكو عندنا مقاومة، هذه المقاومة هي نسميها الـ RGS. شنو السبب؟ استاذ ار جيت سورس. نعم، السبب لان بين السورس، بين نقطة السورس وهذه النقطة الوسطية ما موجود شيء، يعني عندنا هنا شورت سيركت. فنقدر نعتبر هذه النقطة هي نفسها السورس، نقطة السورس. هنا مو نقصد السورس يعني المصدر الخارجي، هنا السورس نقصد به هذا الطرف، طرف الترانزستور. زين، فكأنما هذه هي السورس، فهذه الـ RGS هي المقاومة بين نقطة الـ G الـ Gate ونقطة الـ Source. بالحقيقة هي إلى النقطة الوسطية اللي هنا اسمها الـ RGS. زين، من طرف الـ Source ماكو عندنا شيء، فقط Short Circuit إلى هذه النقطة. من طرف الـ Drain إلى النقطة الوسطية أكو عندنا شيئين، أكو عندنا مقاومة، هذه المقاومة اسمها الـ RDS. الـ D يعني من الـ Drain إلى الـ Source، لأن قلنا هذه النقطة هي نفس الـ Source الـ RDS. على التوازي ويا الـ RDS اكو عندنا هنا current source. الـ current اللي يمر هنا يشبه الـ current اللي كان يمر بالكوليكتر، كنا نسميه هناك IC، هنا راح نسميه ID، يعني تيار الـ drain. زين، هذا الـ source طلاب اريد تعرفون فشي مهم، هذا الـ source بالحقيقة ماكو مصدر بداخل الترانزستور، يعني هذا الترانزستور الصغير اللي نتعامل وياه بالمختبر، يعني معقولة بداخله أكو فد سورس أكو مصدر؟ ما موجود هذا الشيء. هذا السورس اللي نرسمه هنا يسموه dependent source. شنو يعني dependent source؟ يعني هنا راح يتولد تيار، هذا التيار اسمه ID، هذا التيار يتولد فقط بعد أن نربط الترانزستور ويا مصدر خارجي اللي هو ال VCC سابقا. هنا طبعا ما راح نسميه VCC، راح نسميه VDD لان راح يربط على الدرين. المهم هذا المصدر هنا ما راح يتكون مصدر للتيار بداخل الترانزستور الا بعد ان نربط مصدر خارجي. زين، واذا ما ربطنا مصدر خارجي بس الترانزستور ما مربوط ويا اي شيء، هل موجود بداخل مصدر تيار يعطينا تيار؟ اكيد لا. لا واضح؟ لا. نعم، اذا هذا مو عباره عن مصدر دائمي مثل المصادر مال التيار او الفولتيه، هذا مو باتري ولا عبارة عن function generator ولا عبارة عن power supply، لا، هذا هنا يقول لك هذا هو dependent source. source ينطينا تيار، dependent معناها بالاعتماد على وجود source خارجي، إذا source الخارجي ما موجود هذا أيضا يكون ما موجود. زين،
احنا هسه على افتراض انه هذا الترانزستور هو جزء من دائره واكو بيها سورس خارجي فيمر هنا تيار، ايش قد قيمه هذا التيار؟ هذا قيمه التيار نحسبها بهاي المعادله البسيطه والمهمه جدا في نفس الوقت. هذه المعادله هسه راح تباعون عليها واريد تاخذوا لها صوره بذهنكم تحفظوها حفظ، لان كل شويه راح نرجع لها. معادله بسيطه جدا ولكن مهمه جدا بالاناليسيس مال هذه الدوائر. شنو هذه المعادله؟ يقول الاي دي، قيمه الاي دي، قيمه هذا التيار يساوي جي ام، الجي ام هذا فت كونستنت هسه احكي لكم عليه، مضروب في في جي اس. في جي اس معناها فولتيه، فرق الجهد بين نقطة الجيت ونقطة السورس. وينها مرت على الرسم؟ هنا موجودة مرسومة على الرسم. الـ VGS يعني بين نقطة الجيت وبين نقطة السورس، هذا فرق الجهد هو اللي نضربه في قيمة الـ GM، هذا الكونستنت. النتيجة اللي نحصلها هو قيمة تيار الدرين اللي هو الـ ID. زين، الـ GM هنا يشبه البيتا، يعني فت قيمة ثابتة بالنسبة للترانزستور ناخذها من الديتا شيت مال الترانزستور. يعني سابقا مو كان عندنا قيمة الـ IC، قيمة التيار الكولكتر كان يساوي بيتا في تيار البيس. زين، إذا هناك كان قيمة تيار الكولكتر يعتمد على ثابت كونستنت اللي هو البيتا مضروب في تيار الانبوت. هذا فرضا تيار الاوتبوت نعتبره هذا تيار الانبوت بالنسبه للترانزستور. بينما هنا تيار الاوتبوت اللي هو الاي دي بهاي الحاله اللي قابل الاي سي يساوي ايضا كونستنت، ولكن هذا الكونستنت هو مو البيتا، هذا عباره عن جي ام بس مضروب في فولتيه الانبوت مو تيار الانبوت. يعني بالبي جي تي ترانزستور القديم تيار الاوتبوت يعتمد على تيار الانبوت، بينما بالفيت ترانزستور تيار الاوتبوت يعتمد على فولتيه الانبوت وليس تيار الانبوت. زين، لذلك انتبهوا زين على هالكلام اللي راح اقوله هسه. الفيت ترانزستور يسموه فولتج كنترولد كرنت سورس. الفيت خلي اكتبها هنا، الفيت هو عبارة عن فولتج، شوية زغر الخط حتى يكفي، اسمه فولتج كنترولد كارنت سورس. الفيت هو عبارة عن فولتج كنترولد كارنت سورس. هذا خلينا نمسح هاي هنا صح. هو عبارة عن current source. شنو current source؟ يعني هذا نتكلم عن الـ ID، عن قيمة الـ ID، هذا هو current source. ولكن هذا الـ current source بشنو دا نتحكم بقيمته؟ دا نتحكم بقيمته من خلال فولتية اللي هي فولتية الـ input، فرق الجهد بين الـ gate وبين الـ source. إذن هو عبارة عن voltage controlled current source. بينما الـ BJT، البي جي تي نتحكم بتيار الاوتبوت مالته هو ايضا كرنت سورس، ولكن شنو الكنترول على هذا الكرنت مال الاوتبوت؟ يصير الكنترول من خلال تيار، اذا راح يكون اسمه كرنت كنترولد كرنت سورس. زين، فالبي جي تي كان current controlled current source، يعني هو current source يتحكم بقيمة هذا الاوتبوت current مالته من خلال تيار الانبوت حسب قيمة الثابت. بينما الفيت ترانزستور ايضا يعطينا تيار، ولكن هذا التيار نتحكم بقيمته من خلال فولتية الانبوت. إذن هذا voltage controlled current source. هسه نريد نبسط هذا الموديل مثل ما سوينا سابقا. من نبسط هذا الموديل يعني نلغي المقاومات اللي هي ما لها داعي، كلش كبيره او كلش صغيره نلغيها حتى يكون عندنا الموديل ابسط ما يمكن. نجي نفكر بالمقاومات. هسه بهذا الكومبليت موديل، هذا النموذج الكامل، عندنا مقاومتين فقط،
اللي هي واحدة من طرف الجيت والآخرة من طرف الدرين. بالحقيقة هذول اثنيناتهم دائما في كل أنواع الفيت ترانزستور قيمهم تكون عالية جدا. زين، إذا مقاومة قيمتها عالية جدا يعني تكافئ شنو؟ تكافئ شورت سيركت لو أوبن سيركت؟ يلا جاوب. أوبن سيركت. أوبن سيركت يعني قيمة مقاومة عالية جدا، معناها ما راح تسمح بمرور التيار. فإذا ما تسمح بمرور التيار كأنما هي عبارة عن أوبن سيركت. إذا أوبن سيركت يعني أقدر مجرد ألغيها. نفس الكلام على الـ RGS، نفس الكلام على الـ RDS. فهسه هنا هذا السمبليفايد موديل، يعني نفس النموذج بس ولكن مبسط. نفس نقطة الجيت والدرين والسورس، هذه الجيت والدرين والسورس. المقاومة شلناها بين الجيت وبين النقطة الوسطية أو بين السورس. فبقى عندنا هنا فراغ. يعني ماكو ربط فعلي بين الجيت وبين السورس، مجرد فراغ. زين. وطرف الدرين ايضا المقاومه اللي كانت موجوده بين الدرين الى السورس ايضا شلناها ما موجوده. زين، التيار الدرين نفس القانون اللي قلنا عليه هنا، الاي دي يساوي جي ام مضروب في قيمه الفي جي اس. زين، هسه السؤال هنا، اذا ماكو ربط فعلي، يعني هذا الترانزستور هنا كانه ماكو ماده عازله، كل شيء ماكو هنا يربط بين الجيت وبين الدرين والسورس، إذا شلون راح يتولد هذا التيار؟ يعني شلون يتولد التيار وهنا اكو قطع اصلا؟ يعني الاوت بالمجال؟ بالضبط، بالمجال الكهربائي، لان من اسمه هو فيلد افكت. يعني هنا احنا من نربط فولتيه بين نقطة الجيت والسورس راح يتولد داخل الترانزستور الكتريك فيلد. هذا الالكتريك فيلد، هذا المجال الكهربائي هو اللي راح يسبب وجود تيار بالدرين اللي هو الاي دي. زين، قيمة الاي دي تعتمد على قيمة الفولتية اللي نربطها، كل ما زادت هذه الفولتية مال الفي جي اس كل ما زاد التيار. زين، ايضا الاي دي تعتمد على قيمة الجي ام. هذه الجي ام يسموها الترانس كوندكتنس، يسموها الجي ام ترانس كوندكتنس. هذا الترانس هاي هسه تصير هنا الترانس كوندكتنس، معناها هي الموصلية. الكوندكتنس هي المقلوب مال الريزيستنس. زين، هذه مو ريزيستنس بمكان معين او كوندكتنس بمكان معين، وانما هي كوندكتنس تربط بين الاوتبوت، بين الاوتبوت يعني التيار مال الدرين وبين الجيت، لذلك يسموها ترانس. يعني من نشوف شيء بي ترانس معناها هذه فت قيمة تربط بين الانبوت والاوتبوت. والكوندكتنس معناها هي الموصلية. شنو الموصلية؟ هي المقلوب مال المقاومة. زين، ليش المقلوب مال المقاومة؟ تقدر تسوي هنا طرفين وسطين، تقسم الطرفين على في جي اس، فهذا الطرف يصير عندنا اي دي على في جي اس. الوحدات مال الاي دي هو تيار، الوحدات مالته امبير، وبالاسفل الوحدات مال الفولتية هي فولت، فامبير على فولتية هو المقلوب مال الاوم. زين، فلذلك هذه الجي ام هي كوندكتنس. زين، الوحدات مال المقاومه هي اوم نعرفها. زين، والوحدات مال الكوندكتنس شنو؟ المقلوب مال المقاومه من يعرف؟ واحد على ار؟ لا، الار هي المقاومه، بس احنا نتكلم عن الوحدات هسه، اليونت مالتها. الوحدات مالتها المقاومه هي الاوم. زين، شنو المقلوب مال الاوم؟ واحد على جي دي. دي شنو؟ جي جي جي. لا جي، لا، هذا الار، هاي المقاومة الار يساوي واحد على جي، يعني المقلوب مال الكوندكتنس او الجي. إيه استاذ، انا قلت واحد على جي. واحد على جي، هسه هذا كله مو وحدات، هذا مو وحدات، هذا قيمة المقاومة، هذا قيمة الموصلية، هذا مو وحدات. انا دا اتكلم عن الوحدات. المقاومه الوحدات مالتها بالاوم، صحيح؟ نعم استاذ. يعني الار، الار الوحدات مالتها بالاوم. هذا الجي شنو الوحدات مالته؟ انا سؤالي هنا هسه اس. اس شو يرمز الاس؟ ما تعرفون؟ الاس هو السيمنز،
مثل اسم الشركة الألمانية المعروفة سيمنز، هذا اسمه سيمنز، الوحدات مال الجي هو سيمنز. إذا هذه هنا هي كوندكتنس الجي ام، فإذا الوحدات مالتها راح تكون بالسيمنز، والسيمنز هنا ينكتب اس كابيتال حتى نميزه عن الاس سمول اللي نعني به السكند التايم. فهنا الوحدات مال الجي ام تراس كوندكتنس هي تكون بالسيمنز. إذا السمبليفايد موديل هسه اللي عندنا، النموذج المبسط اللي صار عندنا هو فقط هذا، متكون من فولتية بالانبوت ومصدر للتيار فقط من طرف الاوتبوت. اوكي، هسه هذا الترانزستور نقدر نستعمله بدوائر، دوائر امبليفاير. دوائر الامبليفاير الاول راح يكون كومن سورس، والاخر راح يكون كومن درين، والاخير راح يكون كومن جيت، حسب طريقة الربط اللي نسويها، حسب الطرف المشترك بين دائرة الانبوت ودائرة الاوتبوت. راح نبدي هسه بداية بسيطة جدا، فقط راح ناخذ الكومن سورس جي فيت امبليفاير، وبقية انواع الدوائر راح نبقيها ان شاء الله الاسبوع الجاي. هسه اول دائرة راح تكون عندنا كومن سورس. كومن سورس معناها طرف السورس هو راح يكون مشترك بين الانبوت والاوتبوت، مثل ما موجود هسه بهاي الدائرة. هذا السورس راح يكون الى الجراوند، اكو هاي المتسعة حتى يصير بالاي سي، هاي النقطة تكون جراوند، والانبوت مربوط على الجيت، والاوتبوت ماخوذ من الدرين. هذه المواصفات لون طابقها وهي حالة الكومن ايميتر، راح نعرف انه الانبوت لازم يكون على الجيت مثل ما كان هناك على البيس، والاوتبوت ينأخذ من الدرين مثل ما هناك كان ماخوذ من الكولكتر. اذا هسه هاي الدائرة هي عبارة عن كومن سورس، ولكن احنا نقدر نسوي كومن سورس باستعمال هذا النوع من الترانزستورات من الفيت اللي هو الجي فيت. هذا حاليا هو جي فيت. زين هذا الجي فيت من يقدر يقول لي ان شانل لو بي شانل؟ جيد، هذا ان شانل. زين اقدر اسوي ايضا كومن سورس باستعمال الموسفيت، والموسفيت نوعين ايضا، عندنا الاي موسفيت وعندنا الدي اي موسفيت. شوف هاي الدوائر سنزل عليها حتى فقط نشوف الدوائر. هسه هنا عندنا ايضا كومن سورس، ولكن مو بالجي فيت، باستعمال الموسفيت امبليفايرز. هذا هنا الاي موسفيت، مو قلنا المتقطع يعني هو الاي موسفيت، وهذا هنا عندنا دائره كومن سورس ولكن باستعمال الدي اي موسفيت. زين احنا اليوم فقط راح ناخذ دائره الجي فيت، فقط راح ناخذ هذه الدائره مال الجي فيت، نشوف الاي سي عفوا الدي سي اناليسيس، بعدين الاي سي اناليسيس مالتها، وبقيه الدوائر نخليها على المحاضره الجايه. بقيه الدوائر اقصد بها الكومن سورس اللي هي بالموسفيت، وايضا دائره الكومن درين ودائره الكومن جيت. نبدا نسوي دائره الكومن سورس باستعمال الجي فيت. لازم يكون عندنا هنا دي سي اناليسيس، وبعدين عندنا اي سي اناليسيس، ولكن انتبه زين هسه على هاي الملاحظه. احنا قبل شويه اخذنا هسه السمبليفايد موديل. بالسمبليفايد موديل اللي سويناه ويا البي جي تي، البي جي تي اقصد اول محاضره اخذناها، من بسطنا الموديل حصلنا على السمبليفايد موديل، بقى عندنا فقط مقاومه وبطرف الاميتر اسمها الار اي سمول. هذه الار اي سمول تدخل بحسابات الاي سي، ولكن نحسبها كنا من الدي سي اناليسيس، لذلك كنا مضطرين دائما نسوي الدي سي اناليسيس اول مره حتى نحصل قيمه الار اي سمول، بعدين وراها نروح نسوي الاي سي اناليسيس. زين هل هذا الكلام حاليا ويا الفيت ضروري ايضا لازم يصير بنفس الطريقه لو لا؟ لا استاذ، يعني هنا هل اكو فيت قيمه معينه لازم احسبها من الدي سي اناليسيس حتى اروح استعملها بالاي سي اناليسيس لو ما عندنا شيء هنا، ما عندنا مقاومه ما بقت؟ ما عندنا استاذ، يريد اي دي، ما عدا الاي دي. هذا الاي دي هنا حتى لو حسبنا هذا تيار دي سي ما راح يدخل في حسابات الاي سي. هنا طالما ما بقت عندنا مقاومه فمعناها ماكو عندنا شيء نحتاج نحسبه من الدي سي حتى يبقى نفسه كجزء يدخل ويا حسابات الاي سي. فلذلك بالفيت ترانزستور
نقدر نسوي حسابات الـ AC يعني الـ AC analysis مباشرة، حتى لو احنا ما نعرف شنو الـ DC analysis. جيد، إذا هو موجود عندنا DC analysis، ولكن لازم نعرف أنه ماكو ارتباط بين الـ DC analysis والـ AC analysis. قيمة القيم اللي نحسبها بالـ AC analysis ما تعتمد على قيمة لازم نحسبها بالـ DC analysis مثل ما كان سابقا. زين، نجي هسه على هاي الدائرة. مثل ما قلنا السورس راح يكون اسمه VDD، هناك قبل كنا نسميه VCC، نا VDD لان مربوط على الدرين. هاي المقاومة هي الـ RD مقاومة الدرين، هذه الـ RS مقاومة السورس، هاي هنا عندنا الـ RG مقاومة المقاومة من طرف الجيت، المقاومة الخارجية هاي. وعندنا متسعات الـ C1 والـ C2 هي نسميها الـ Coupling Capacitors مثل ما درسناها سابقا. وعندنا الـ CS هذه الـ Bypass Capacitor. نقطة الـ VIN هنا، نقطة الـ VOUT هنا. هسه نريد نسوي الـ DC Analysis. بالـ DC Analysis احنا لازم المتسعات كلها تكون Open Circuit، يعني هذه راح تكون Open، هذه هنا تكون Open، فهذا الجزء كله راح ينعزل، وهذه تكون open معناها الاوتبوت كله ايضا ينعزل، وهذه تكون open معناها نقدر نلغيها. فالدائره المتبقيه راح تكون من الفي دي دي هذه المقاومه، بعدين الترانزستور، وهذه المقاومه الار اس، ومن الطرف الجيت تبقى عندنا فقط هذه المقاومه. زين، هنا انا بالدي سي اناليسيس اذكر يقول لك put all capacitors open circuit، هذا سويناه كلهم سويناهم open circuit. هسه الهدف من الـ DC Analysis أن نحسب قيمة الـ ID، قيمة تيار الدرين في حالة الـ DC. هنا قيمة تيار الدرين نحسبه بطريقتين، أكو طريقة سهلة ولكن في حالة محددة نستعملها، وأكو طريقة عامة. زين، If the circuit is biased at the midpoint of the load line then الـ ID يساوي الـ IDSS تقسيم 2. هنا هذه الميد بوينت مال اللود لاين، راح ناخذ اللود لاين بالمحاضرات القادمه ان شاء الله. حاليا فقط اريدك تعرف اذا ذكر لك هذه الملاحظه، يقول لك الترانزستور از بايست ات ذا ميد بوينت اوف ذا لود لاين، يعني في النقطه الوسطيه من اللود لاين، معناها الاي دي قيمه الاي دي التيار اللي راح يمر بهذا المكان اللي هو تيار الدرين يساوي في قيمه ثابته اي دي اس اس تقسيم 2. منين اجيب هذا الـ IDSS؟ اجيبه من الـ Data Sheet مال الترانزستور، من نفس الـ Sheet اللي احصل منه قيمة الـ GM مال الترانزستور. شنو هو الـ Data Sheet؟ كل Component، كل ترانزستور FET أو BJT أو أي نوع من أنواع الترانزستورات، وأيضا كل دايود، وأيضا كل Integrated Circuit يعني IC دائرة متكاملة، كل وحده من هذه الالكترونيك كومبوننتس اكو عندها فد داتا شيت، يعني مثل مجموعه اوراق مكتوب بها كل المواصفات والخواص مال هذا الكومبوننت. من ضمنها يعني هسه الفيت ترانزستور الداتا شيت مالته من ضمن الخواص اللي يحتوي عليها هي قيمه الجي ام، قيمه ثابته بالنسبه لترانزستور معين. فاحنا نباوع شنو رقم هذا الترانزستور، نكتب رقم هذا الترانزستور بالانترنت ونكتب يمه داتا شيت، يطلع لنا فد جدول بكافة التفاصيل، تفاصيل طبعا الكهربائية وحتى الميكانيكية، يعني حتى الأبعاد مالته، ايش قد الارتفاع ماله، ايش قد الطول، ايش قد العرض إلى آخره. احنا اللي يهمنا هي القيم اللي نستعملها هنا، اللي أهمها هي الجي ام. أيضا بالإضافة للجي ام شنو راح نلقي بالديتا شيت؟ راح نلقي قيمة الـ IDSS. زين، إذا دا يقول لك الـ transistor is biased at the midpoint of the load line، بهاي الحالة شلون تحسب قيمة الـ ID؟ فقط تأخذ قيمة الـ IDSS تقسمها على 2. هاي سهلة، سهلة ولكن يعني مرتبطة فقط بهاي الحالة. زين، الـ IDSS is given in the data sheet of the FET، هذه شرحناها يعني بالداتا شيت مال هذا الترانزستور. حسب رقم هذا الترانزستور تقدر تطلع الداتا شيت مالته وتشوف قيمة الـ IDSS. زين، otherwise شنو معناها نقصد؟ يعني إذا ما كانت هذه الحالة موجودة اللي هي البايزنج هو بالميد بوينت اوف ذا لود لاين، شلون أحسب قيمة الـ ID؟ أحسبه بهذه المعادلة، يعني هذه المعادلة هي عامة تشمل حالة الميد بوينت
وغير الميد بوينت. زين، هنا قيمة الـ ID تساوي الـ IDSS، نفس الكلام، نفس هذا الـ IDSS اللي نحصله من الـ datasheet، قوس واحد ناقص هنا قيمة الـ ID في الـ RS. شنو الـ RS؟ الـ RS هاي المقاومة، يعني مقاومة السورس. زين، تقسيم VGS OFF، شنو هاي الـ VGS OFF؟ أيضا هذه قيمة من القيم اللي نحصلها من الـ datasheet، نحصلها من الـ datasheet. يعني هنا بنوعية الترانزستورز هاي الفيت، الداتا شيت هنا كلش مهم بالنسبة لنا، لأن راح نطلع من عنده قيم هواية نحتاجها بالحسابات. من ضمنها أول قيمة، أهم قيمة، هي الجي ام مال الترانزستور. ثاني شيء نحتاج الـ IDSS، بعد نحتاج الـ VGS OFF، واحتمال غيرها من القيم نحتاجها كلها راح نطلعها ونلقيها بالداتا شيت. زين، نسد القوس هنا، وهنا عندنا سكوير. هنا هذه المعادلة، الحساب من خلال حساب قيمة الـ ID من هاي المعادلة، مو عملية بسيطة، مو عملية مباشرة. ليش؟ شنو السبب؟ السبب لأن الـ ID المجهول اللي نريد نحسب قيمته موجود بهذا المكان، وأيضا موجود بهذا المكان هنا. معناها أول مرة لازم نفتح هذا التربيع، نفتح هذا القوس، بعدين نرتب المعادلة حتى نقدر نحلها. من نرتب المعادلة راح يطلع لنا معادلة تربيعية، يعني قيمة الـ ID راح تكون، اللي هو مجهول، راح تكون سكوير، يعني ID سكوير مضروب في معامل معين، زائدا معامل آخر أو ثابت آخر مضروب قيمة الـ ID، زائدا فد حد مطلق، ونسويه يساوي صفر حتى نقدر نحل هاي المعادلة. إذا هاي راح تطلع لنا هنا كوادراتيك إكويجن، يعني معادلة تربيعية. المهم نحل هاي المعادلة التربيعية ونحصل على قيمة الـ ID. زين، هذا بالنسبة للـ DC Analysis. بالـ DC Analysis ما عندنا أكثر من إيجاد قيمة الـ ID. من لقينا قيمة الـ ID بعد نقدر نحسب كل فولتيات الـ DC. مش نقصد يعني كل فولتيات الـ DC؟ يعني فولتية الـ Drain، الـ VD، الفولتية بهذا المكان اللي هي الـ VD، وأقدر أحسب الـ VS، يعني الفولتية بهذا المكان VS، أقدر أحسب الـ VDS، يعني الفرق بين فولتية الـ Drain وفولتية الـ S، كلها أقدر أحسبها من خلال نفس هذا التيار. بالمناسبة أيضا تيار الـ Drain نفسه نقدر نعتبره هو تيار السورس، مثل ما كنا نقول سابقا تيار الكولكتر قريب جدا من تيار الـ Drain. إذا لو بهذه المعادلة أو بهاي المعادلة راح نحصل قيمة الـ ID. نجي على الـ AC Analysis. بالـ AC Analysis عندنا شيء لازم نسويه بالدائرة الأصلية، هاي الدائرة الأصلية هنا، خلينا نوخر هاي الكتابات. بالدائرة الأصلية هنا حتى نحولها إلى الـ AC Equivalent Circuit لازم نسوي شيئين. أول شيء المتسعات تصير Short Circuit، هاي Short، هنا Short، وهنا أيضا Short. ثاني تغيير نسويه انه الفولتج سورس، دي سي فولتج سورس، نقطة هاي تتحول الى جراوند. زين، هسه شلون راح يصير شكل الدائرة؟ راح يكون من الانبوت اكو عندنا مقاومة للجراوند اسمها الار جي، بعدين ندخل على الجيت مال الترانزستور. السورس مال الترانزستور راح يكون جراوند، لان هذا منها شورت، السورس راح يكون جراوند. الدرين راح يكون مقاومة الى الجراوند، ومن نقطة الـ VD هي نقطة الـ VOUT. هذا الكلام نفسه هنا، هذا الـ Input وهذا الـ RG، هنا الـ Source هو Short Circuit إلى الـ Ground، وهذه هي من عندنا مقاومة الـ RT، والـ Output هو نفسه نقطة الـ Drain. فإذا هاي الدائرة هي الدائرة المكافئة للدائرة الأصلية في حالة الـ AC، من دا سوي الـ AC Analysis. زين، بدلنا المتسعات وبدلنا الـ Source، نجي هسه على حساب القيم اللي نحتاجها بالـ AC. سابقا ويا دوائر الامبليفاير القديمه احنا حسبنا كم قيمه بالاي سي اناليسز، كم قيمه كان عندنا نحسبها؟ يلا جاوبوني استاذ. ار ان حسبناها، حسبنا كم قيمه، عددهم ايش قد؟ خمس قيم، الار ان والاوت والاي في والاي اي والاي بي. اي تمام، اي استاذ، خمس قيم. هنا
بهذا النوع من الترانزسترات ما راح نحسب كل هاي القيم، هي ممكن حسابها، ولكن راح فقط ناخذ الاهم. المهم من هذول الخمسه بالحقيقه هم فقط اثنين، الار ان وقيمه الفولتج جين الاي في. ليش الار ان مهم؟ الار ان شفنا ايش قد هو مهم من نربط اكثر من ستيج واحد، لان الار ان مال كل ستيج هو يعتبر الار لود مال الستيج اللي قبله. فاذا الار ان ضروري، الانبوت ريزيستنس فشيء جدا مهم حتى نعرف نتعامل ويا هذا الامبليفاير، حتى نعرف نربطه ونعرف شنو تاثيره اذا ربطناه على ستيج قبله. بعد عندنا الفولتج جين، يعني نريد نعرف نسبه التكبير مال الفولتيه بهذه الدائره، هذا ايضا شيء جدا مهم. فهذول الاثنين فقط راح نحسبهم، ما راح نحسب بقيه التفاصيل. زين، نجي هسه على الانبوت ريزيستنس. الانبوت ريزيستنس هي المقاومه اللي يشوفها الفي ان، يعني من نجي نربط هذا السورس هنا فولتيه، شنو المقاومه اللي راح تواجه هذا السورس، هاي اسمها الار ان. زين، الار ان هنا من هاي الدائره، اول شيء شنو اللي بدنا نشوفه من هنا؟ عندنا الار جي، هاي المقاومه الخارجيه مال الدائره، قيمه الار جي. بعدها عندنا الترانزستور، الترانزستور بدنا نباوع عليه من طرف الانبوت، اذا هذه شنو راح يصير اسمها؟ ار ان. يلا كملوا انتم. ار ان جي جيت، ها ار ان قبل كنا نسميه ار ان بيس، لان كان الطرف هذا اسمه بيس، حاليا اسمه جيت، لذلك نسميها فعلا ار ان جيت. ار ان جيت. زين، اذا المقاومه الار ان هي عباره عن توازي بين الار جي، الار جي هي مقاومه الجيت الخارجيه، هاي المقاومه اللي احنا نربطها بايدنا، على التوازي ويا مقاومه الترانزستور من طرف الجيت، ولكن المقاومه الداخليه الار ان جيت، اثنيناتهم على التوازي. شوف هنا الار ان يساوي الار جي، الار جي هاي هنا الخارجيه على التوازي ويا الار ان جيت. زين، احنا من سوينا الموديل مال الترانزستور السمبليفايد موديل قبل شويه، هذا ايش قد المقاومه الداخليه من طرف الجيت، ايش قد قيمتها؟ صفر دكتور، مقاومه عاليه، مو صفر، اوبن سيركت، يعني عاليه، اوبن سيركت عاليه. احنا حذفناها، اهملناها، حذفناها بسبب انه هي عاليه جدا، يعني الار ان جيت، ار ان جيت شوف هنا بات الار ان جيت ابروتشز انفينيتي، يعني هي عاليه جدا. اذا عاليه جدا يعني كانما ما موجوده، يعني بنكون عندنا مقاومتين، اقول على التوازي هاي مقاومه وهذه مقاومه ثانيه على التوازي وياها، واقول لك هاي المقاومه عاليه جدا. شنو يعني عاليه جدا؟ يعني ما تمرر تيار، التيار اللي يمر منها تقريبا صفر، عاليه جدا كانما مقطوعه بهذا الشكل. زين، اذا المقاومه المكافئه من هاي النقطه الى هذه النقطه هي شو تساوي؟ صارت راح اصغر من اصغر مقاومه، اي بس راح تساوي حاليا فقط هاي، يعني كانما هذا هنا ما موجود اي شيء، فالمقاومه تبقى هي فقط مساويه لهاي المقاومه. اذا الار ان هي الار جي الخارجيه توازي ويا الار ان جيت، الار ان جيت هي عاليه جدا جدا فنقدر نهملها، يبقى الـ Rn يساوي شنو؟ فقط قيمة الـ Rg، الـ Rg الخارجية. زين، صح الـ Rn gate عالية جدا، ولكن نقدر نحسبها، ممكن حسابها. شو نقدر نحسبها؟ إذا أردنا نحسب القيمة مال الـ Rn gate، هي عبارة عن الـ VGS على الـ IGSS، أي مقاومة بأي مكان هي عبارة عن الفولتية تقسيم التيار اللي يمر من هذه المقاومة. الفولتية اللي على الطرفين مال الـ Rn gate هي الـ VGS، إذا تشوفون هذا الرسم هسه، مو هاي كانت هي المقاومة؟ شنو الفولتية اللي على الطرفين مالتها؟ هي الـ VGS. زين، وشنو التيار اللي يمر من خلالها؟ هو الـ IG، ولكن يسموه الـ IGSS. هذا القيمة مال الـ IGSS نقدر نطلعها من الديتا شيت أيضا. شوف الديتا شيت قد مهم بالنسبة لهذا الترانزستور، هذه نطلعها من الداتا شيت. الـ VGS أيضا القيمة المرتبطة بها، نقسم هاي الفولتية على التيار نحصل على قيمة الـ Rn gate. فإذا ردنا القيمة الدقيقة للـ Rn لازم نحسب الـ Rn gate
هذه الطريقة ونحسب بعدين التوازي بين الار ان جيت والار جي حتى نحصل على الاكزاكت فاليو بالنسبة للار ان. وإذا نكتفي بالقيمة التقريبية، إذا ما نريد القيمة الدقيقة فقط نريد القيمة التقريبية مال الار ان، نقدر مباشرة نعتبرها مساوية للار جي. الار جي هي الار جي، هاي المقاومة الخارجية. زين، هسه شنو اكو شيء جدا مفيد بهاي الدائرة من ناحية الار ان. هذه المعادلة شو تقول؟ هذه المعادلة تقول قيمة الار ان مال كل الامبليفاير هي تعتمد على منو؟ تعتمد فقط على الار جي، يعني على هاي المقاومة. زين، وهاي المقاومة هي بيدنا، يعني مو فد شيء هو داخل الترانزستور ما نقدر نتحكم به، لا، هذا فد مقاومة خارجية نقدر نتحكم قيمتها مثل ما نريد. شنو معناها؟ معناها هذا الامبليفاير كله إذا ربطناه كستيج ثاني على الامبليفاير قبله، والمقاومة الانبوت ريزيستنس مال هذا الامبليفاير كانت قليلة ونريد نزيدها حتى لا تأثر على الجين مال الستيج القبله، نقدر بكل سهولة نزيدها، لا نحتاج إلى دارلينغتون بير ولا نحتاج إلى أي شيء يخص الترانزستور، يبقى نفس الترانزستور، فقط نقدر نغير قيمة الـ RG الخارجية هاي. ليش؟ لأن من هذا القانون هسه الـ RN تعتمد بشكل رئيسي على الـ RG، والـ RG هي مقاومة خارجية بكيف نحن نخليها مثل ما نريد نخليها. صار واضح؟ إذا التعامل ويا هذه الدائرة أسهل من التعامل ويا دوائر البي جي تي السابقة. هناك الار ان ما يعتمد فقط على قيمة واحدة وهاي القيمة قابلة للتغيير، لا، يعتمد على ار 1، على التوازي ويا ار 2، على التوازي ويا الار ان بيس، والار ان بيس نفسه يعتمد على قيمة البيتا، يعتمد على قيمة الار اي سمول إلى آخره، فصعب التحكم بها. بينما هنا الار ان بكل سهولة نقدر نتحكم بقيمته حتى نحصل القيمة اللي نريدها، القيمة المناسبة. ايش قد القيمة المناسبة؟ حسب الحسابات مال المالتي ستيج امبليفاير. المهم بسهولة نقدر نغير القيمة مال الـ RN. هاي بالنسبة للانبوت ريزيستنس. نجي على الفولتج جين اخير شيء ونخلص. الفولتج جين هو تعريف الاساسي الـ Vout على الـ VN. نجي نباوع على الدائرة، شنو الـ Vout؟ شنو الـ VN؟ هنا الـ Vout فولتية الـ Vout من نقطة الـ Vout إلى الـ Ground. الـ Vout هو من هذه النقطة إلى الـ Ground. هذه نقطة الـ Ground. زين، هذا هو الـ Vout. الـ Vout هنا هو نفسه الفولتية مال هاي المقاومة. هو ايضا نفسه فولتيه بين الدرين، وهذا الدرين، وبين هذا رايح لهنا، او نفس النقطه مشتركه ويا السورس. اذا الفي اوت هو نفس الفي دي اس. تعال هنا نشوف الفي اوت هو الفي دي اس. زين، والانبوت الفي ان هم نعرفها من الدائره. الفي ان هو الفولتيه من هذه النقطه الى الجراوند. زين، الجراوند هو نفسه الجراوند هو نفسه السورس، يعني هذا السورس، السورس مال الترانزستور هو نفسه الجراوند، والانبوت هذه النقطة هي جاية على الجيت. فإذا الانبوت الـ VN هو الـ VGS، VGS الانبوت الـ N هو الـ VGS. هسه راح نعوض مكان الـ VDS ومكان الـ VGS. الـ VDS هو الفولتية منا إلى هنا، هو الفولتية مال هاي المقاومة. شلون نقدر نحسب الفولتية مال هاي المقاومة؟ نضرب التيار، تيار هاي المقاومة الفولتية، نضرب التيار، احنا نريد الفولتية، نضرب التيار في قيمة المقاومة. يعني هذا عبارة عن اي دي في الار دي. بس انتبه، هذا الاي دي هو مو نفس الاي دي مال الدي سي. حاليا احنا نتكلم عن الاي سي كرنت، هذا تيار الاي سي اللي يمر بالدرين. المهم الفولتية هاي عبارة عن هذا التيار في هذه المقاومة. زين، الـ VGS شنو علاقته بالـ ID؟ شنو علاقته بالـ GM إلى آخره؟ تذكرون العلاقة اللي كتبناها فوق قلت لكم احفظوها؟
الاي دي شنو يساوي؟ يساوي جي ام في جي اس. في جي اس. في جي اس. زين، انا هنا عندي في جي اس، عندي هنا في جي اس. اذا اريد الفي جي اس شنو يساوي؟ هذا الجي ام اجيبه هنا بالاسفل، يعني هنا على جي ام، وهذا الجي ام من هنا ينمسح. اوكي، فالفي جي اس يساوي اي دي على جي ام. عوض هنا، يعني اذا اشيل الفي جي اس اكتب مكانه اي دي على جي ام. هذا الاي دي، القلم، هذا الاي دي ويا هذا الاي دي يروح، وهذا مقام المقام، يعني يصعد يصير هنا بسط. فالنتيجه انه الاي في يساوي للجي ام ار دي، الجي ام مضروب في الار دي. زين، هذا الار دي هنا هو مقاومه الدرين، هاي فقط. بهاي الدائره هنا هي هاي المقاومه. هاي الدائره من حليناها او سوينا الاناليسز مالتها، ما كان عندنا ار لود. اذا كان عندنا ار لود راح يكون مكانه بهذا المكان. هذا الار لود بالدائره المكافئه، هنا هذا الار ار لود بالدائره المكافئه راح يكون على التوازي ويا الار دي مثل قبل، راح يكون مكانه بهذا المكان الار لود. زين، فاذا كان ار لود ما موجود، القانون مال الاي في يساوي جي ام ار دي فقط. واذا كان عندنا الار لود موجود، راح يكون عندنا الاي في يساوي جي ام في الار دي داش. شنو قصدنا بالار دي داش؟ هي عباره عن الار دي على التوازي ويا الار لود. هذا شو وقت؟ اف ار لود اكزيستس. اكزيست معناها موجوده. اذا ماكو، يعني نو ار لود، فالار دي داش هو يكون فقط ار دي. اوكي، زين. اذا صار عندنا هسه قانونين بسيطه جدا، قانون الار ان، وقانون اذا تريد القيمه الدقيقه تستعمل هذا القانون، القيمه التقريبيه هذا القانون، وعندنا قانون الاي في الفولتج جين. ملاحظه اخيره هنا مهمه جدا، هي the output is 180 degrees out of phase with the input. هنا هذه الدائره اللي هي كومن سورس تعمل بطريقه شبيهه جدا بدائره الكومن ايميتر. بالكومن ايميتر كان عندنا انقلاب بالفيز، هنا ايضا عندنا انقلاب بالفيز. اوكي، وراها هنا هسه عندنا مثال، ما راح ناخذ هذا المثال بهاي المحاضره، المحاضره الجايه حتى يكون عندنا مثل ريفيو على هاي القوانين، وبعدين من المثال نستمر. لحد هنا عندكم سؤال طلاب؟